والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. مكاين غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. جاريدو تكلون زيدون. 9 ديسمبر 1805 كان أول فطور رمضاني حصل في لاميزون بلانش البيت الأبيض الأمريكي بين توماس جيفرسون وبين سفير كان راح من تونس مليملي عبد سليمان المليملي. كيش صرا كيش صارت هذه القصة كيفاش وصلنا لها؟ كان فيه مشاكل، كان فيه قراصنة استولوا على بواخر أمريكية، وأمريكا كان عندها مشاكل مع دول المغرب الكبير ذاك الوقت. واش يديروا؟ قعدوا يتفاوضوا، والباي الباي التونسي ذاك الوقت بعث النملي باش يتفاوض على هذا الشيء. وجا كان رمضان وجا وقت عرضه على مائدة، قالوا على 3 العشية، قالوا أنا ما نجيش نهار رمضان، نجي مر المغرب. وكان كما هذاك الحال امشى مر المغرب ولات، وذاك الوقت كان الرئيس الامريكي تحصل على نسخه من القران الكريم باش يتعرف على الدين الاسلامي اكثر. وكما قلنا كان اول افطار رمضاني في البيت الابيض الامريكي. اليوم حكايتنا راح تكون تونسيه، وصفاتنا راح تكون تونسيه، تونس الخضراء، تونس ناسها نحبهم برشا، نحبهم بزاف لأنهم طيبين، لأنهم ما شاء الله يعني حتى في تعليقاتهم في المساجات اللي يبعتوهم بزاف راقيين، حتى في التعاملات معهم يعني ما شاء الله، شعب طيب، شعب حيو حبوب، شعب إخوة. اليوم وصفاتنا راح تكون بسيطة، من بين كلاسيكيات الحاجة اللي مليحة في الطبخ التونسي إنه بسيط، يعني سبا اون كوزين بريز دو تيت بصح بنينة. راح نديرو مرقة تونسية بصح ماشي نديروها بلا بات فويتي، راح نديروها اون بات اون سورت دو بات بريزي، وراح نديرو معاها كعك العنبر التونسي. تفضلوا معايا الكوزينة. وصفاتنا قلنا راح تكون بسيطة لكن لذيذة جدا. المرقة راح تكون على شكل تورتة، الشيء اللي جميل في الطبخ التونسي سي اون كوزين سون بريز دو تيت. Mais c'est une cuisine très bonne. راح نديرو une pâte راح تكون بريزي. هاد لاباط راح يكون فيها 300 غرام فرينة، راح ندير فيها من 50 حتى 80 غرام زبدة باش نبسسها، فيها بيض ونطموها بالحليب. الحشو تاعي راح يكون فيه بصل، راح يكون فيه الدجاج، راح يكون فيه بيض مسلوق، وراح يكون فيه بيض كذلك طازج، يكون فيه جبن مبشور وجبن قطع، وراح يكون فيه كذلك زيتون. نديرو الزيتون، راح نقلي البصل، نقلي الدجاج، بعد راح نضيف له الزيتون، راح نقطعه شوي، ومن بعد نبشروا عليه البيض. البيض موجود، العظام ولا البيض موجود كثير في الطبخ التونسي. عندنا البيض، عندنا التونه، يعني كاين دي كلاسيك وكاين دي زانغريديون كي سو ريبيت بوكو دون اون كوزين. ابري نديفولهم دي زانغريديون، نقلو لهم دي زانغريديون. المهم هنا راني سخن في الزيت زيت زيتون، وراح ندير البصل يتقلى. الوقت اللي يتقلى هو البصل، انا راح ندير معاكم العجينه. قلنا العجينه فيها فرينه، راح نوزن 300 غرام فرينه. دائما عيني على البصله باش ما تنحرقش. باش يتقلى مع البصل، راح ناخذ الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه ونبسس. وندير ملح، أوب. ملح، بيضة،
طم مليح وشويه حليب باش نطم العجينه نتاعنا، ما نحتاجوش كميه كبيره، لكن نخلو الحليب قدامنا وراح نضيفو شويه بشوي حتى طم لي العجينه. ماناش نعجنو فيها، رانا برك نطمو فيها. حي فعلا كل حبابنا واهلنا من تونس، انه فعلا دعمهم ورسائلهم كثير تحفزنا اننا نمدوا الاكثر. يعني نظن انه قناه سميره من اكثر القنوات مشاهده هناك، وبرنامج شهرزاد من اكثر البرامج مشاهده، وهذا شيء فخر ليا. نكون مثلا في اي بلد ونتلاقاكم، فعلا فعلا فخر ليا. هنا وجدنا العجينه، هنا نحرك وراح نتبل، راح ندير ملح فلفل اسود، وراح ندير التابل اللي هو القزبر. قلنا راح ندير فلفل اسود وتابل. هنا راح الزيتون تاعي راح نقطع طق ونقطعوا جزيئات. الا شريتي، انا هذا ما انتبهتلوش، ما شريتش اللي مقطع. الا كنتي صبتيه المقطع، شي مقطع على الصباح كي شريت، صبت غير هذا الزيتون يجي على عيني. راح نضيفو اوكي كمية على حسب اللي حبيته. طيب واش راح نديرو؟ راح نوجدو المول تاعنا. دائما نبغو نحطو بابي كويسون داخل، نعبرو ونقطعو. بهذه الطريقة ناخذ لاباط نتاعي، نحط الفرينة، ندرد الفرينة وراح نورقها ونحطها، نحط لا بروميير كوش في المول. باش نفرشها في المول، انا هذا المول تاعي كبير اوكي، دونك راح نحتاج ضعف الكمية نتاع لاباط اللي درتها اوكي. انا كنت خادمه وحده، وهذه اللي خدمتها قدامكم نتاع 300 غرام. دردر فرينه كي تقعد تلصق، هذا الشكل. وهنا نلفها على الولو ونجيبها نحطها في المول. أو نعطيها الشكل نتاع المول اوكي بهذه الطريقه. هذا الشكل تمام، طابت دجاج. ما ننساش بلي راح يزيد يكمل طيابه في الفور اوكي. ناخذ سلادي وراح نحط فيه الدجاج اللي طاب مع البصل مع الزيتون الاخضر. راح نضيف له البيض اللي راح نبشره،
بيض اللي راح طايب، بيض مغلي وطايب. راح نضيف له كذلك الجبن، الجبن قطع، وراح نضيف له الجبن المبشور. تمام، هذا نحطه على الجهه. هلا شوف، ما راحش نقطع منه الزياده حتى نحط الحشو، وحتى نحط لاكوش الاخرى هذا باش نقطعه باش نقدر نسوديه، لانه راح نديرها على شكل تورت. دوك نخلي هذا على الجهه. دروك نولي هنا، قلنا راح نبشر له البيض الفايض، وهنا راني نربي لها بيض. هذا الشكل. نضيف لها هنا جبن، جبن طري راح يبننها. علاش الملح من الاول ما تكثروش بزاف، فيها الزيتون، فيها الجبن، ما تكثرولهاش بزاف الملح، عدلوا من بعد لكن ما تكثرولهاش في الاول. هنا راح ندير لها كذلك، راح نكسر لها بيض واحد، اثنين، هذا الخليط اللي عندنا بهذا الشكل. هي ضروري تخلوها تبرد تمام قبل ما تديرها في التورتة، انا ما عنديش، راح نديرها مباشرة، لكن انتم خلوها تبرد شوية قبل ما تخدموا بها. نزيد لها البيضة الثالثة، وراح نزيد لها جبن مبشور، كمية جبن مبشور، ونخلط. هنا راح نحط الكل في المول. ممكن تحطي لها كذلك خضر، تبشري لها خضر، لكن ديجا بهذا الشكل تاعها بنينه. وقدميها مع سلطه، قدميها مع سلطه خضراء. نفرغ كل الكميه اللي عندي في المول. هذا الشكل حتى يروح في كامل المول. ممكن تضيفي لها كذلك الفقاع والشامبينيون. وهنا راح نورق العجينه الثانيه. انا قلت كنت موجده واحده اخرى لانه المول الاول كنت واخداته كبير. العجينه الثانيه مخدومه بنفس الطريقه وبنفس المكونات. نديرو فرينا ونفتحوا العجينه نتاعنا، ونحطوها من الفوق باش تجينا على شكل تورت. لفها على الحلال ونحطها من فوق. هذا الشكل. وهنا نحاول نعطيها يعني لاصق بيناتهم، ونعاود نقطع الحلال بكل بساطة. هاد العجينة استحفظي بها، يعني ممكن تستخدميها تزوقي بها لا سيرفاس نتاعك، ولا ديري بها تورت واحد اخرى. هنا واش راح ندير؟ راح ندهن فقط بالحليب. الفرن عندي مسخن على 180 درجه مئويه، اوكي. والتورته تاعي راح تاخذ، ولا المرقه تاعي راح تاخذ طياب تقريبا 30 حتى 40 دقيقه. الحشو تقريبا كله طايب، راح يتماسك هذاك البيض تاعو راح يتماسك، لكن الدجاج عندنا طايب. العجينه لازم تطيب، لازم تطيب من الفوق ومن تحت وتحمر، اوكي. حنا نخلوها تطيب حبايبي، ونعاود نرجعوا نشوفوا تحليه شابه وبنينه يسموها كعك الهمبر التونسي بعد فاصل.
وصفتنا تحليتنا راح تكون كعك العنبر، لانه ينخدم بالعنبر، العنبر والعطرشيه الموجوده والمشهوره كثير في تونس. انا الشيء اللي يعجبني بزاف في الحلويات التونسيه الحجم تاعها الظريف المنين. شوفوا مثلا كل الحلويات القيمات، انا صراحه يعني يقول لك عاند ولا تحسد، نحب هذاك الشكل الظريف انك تاكلي حبه ما تنقهميش بها. يعني وحتى تاخذي مثلا هنا غادي ناخذ 175 غرام لوز، يغرم لك ويدير لك كميات كبيره ويعمر لك طبسي، ماشي ديري به ثلاث حبات ربع حبات وتحطيه في الطبسي وقعد واحد يشوف واحد. المهم نديروه باللوز، انا حابه كذلك ممكن نسيو نديروه بالكاوكاو، لكن كعك العنبر يندار باللوز. 175 غرام لوز، 80 غرام سكر ناعم، بياض بيضه وسكر ناعم ثاني باش نرمضوه فيه، فوالا كميات قليله ومقادير قليله. وعندنا كذلك العنبر ولا العطرشيه اللي راح نلمو بها. الوغ ما نصيبوهاش بزاف في الجزائر، ممكن دي تلميه بماء الورد ماء الزهر كيما حبيتي، لكن الوصفه الاصليه تندار كيما هاك. انا قلت لكم عندي هنا اوب الوصفه سريعه في حد ذاتها وتشبه شويه للمشقوق نتاعنا. عندي هنا خدي 175 غرام لوز ولا كاوكاو، نزيد لها 80 غرام سكر ناعم، نخلطهم مع بعض باش الكل ينسجم مع بعض. شكل وراح نكسر. عندي هنا كذلك عفوا شويه فانيلا وراح نكسر، نعزل البياض عن الصفار وراح نطمي البياض بيضه بشويه بشويه حتى تنطم لي العجينه. كما قلت لكم هنا عندي كميه قليله اقل من 200 غرام تاع لوز، وراح دير لي كميه معتبره ما شاء الله. اوب اي فوالا، شوفوا بلي حتى الفاصوليا تاعو ما يرفدش وقت بزاف. هنا عندي الخليط، ندرب ونكسر هذاك الالبومين اللي عندي في بياض البيض، وراح نطم به الخليط نتاعي. السكر بزاف ماشي مليح بصح، اون سفي بليزير افيك لي باتيسري، دونك كون سفاس بليزير سون نيغ سا سونتي، يعني بلا ما نضرو الصحة نتاعنا ولا ما نكثرو من الحلوى. كي تاكلي حبة كي من هاك ما تضركش، كون هاد الحبة فيها 3-4 أضعاف هاد الحجم نتاعها تضرك. هاد الحلوى تقريبا فيها 20 غرام، توزني في هذيك لابول نتاعك اللي غادي نخدموها، توزني فيها تقريبا 20 غرام، ماشي كيما توزني 50 غرام ولا 60 غرام في الحبة. هنا راح نضيف بياض البيض وراح نخلط بشويه، ما نضيفش كل الكميه، راح نضيف بشويه حتى تتلم لي ديك العجينه ونقدر نكورها كويرات، ومن بعد نحط فيها هذيك الفتحه. هنا الزواق هما يخدموا بزاف بالبيستاش بالفستق الحلبي. خبرونا التونسا، اسكو البيستاش باسكو عندكم رخيص ولا مام حتى غالي يعني تخدموا به، ولا لانكم تستخدموا كميات صغيره ما يهمكمش، يعني كمشه ديروا بها حلويات كثيره. انا نظن باللي ممكن تكون هذا هو السبب، لانه ما يكثروش هما، يعني كما قلت لكم الحلويات نتاعهم لقيمات. ونزيد انطم العجينه، ما ترفدلكش وقت وانت حضرتي تحليه باقل من 200 غرام لوز، وقلت لك الا ما كانش اللوز ديري بشويه كاوكاو. هنا نسلك يديا، من الافضل توزني باش ديري حبيبات صغيرين. اوكي الفول يكون عندك مسخن على 160 درجه مئويه، ما يبدوش وقت كثير بزاف، راح يبدو تقريبا ربع ساعه، يعني حتى على نص ساعه على وقت الافطار ممكن تحضريهم ممكن تحطيهم. ممكن بصك تشوفي باللي ما يعني حتى السكر ما فيهمش كميات كبيره. هنا ناخذ الميزان. اوكي وراح نوزن. هنا كما قلت لكم نديروا فيه كذلك شويه عطرشيه، قبل ما ندير راح ندير فيه قطرات عطرشيه ولا العنبر
فوالا قليل، كمية قليلة باش ما تطغالكش على البنة تاع اللوز ولا تطغالك على أي حاجة كي تكون بمقدار يعني وبمعيار نتاعها وتكون بمقياس نتاعها تكون بنينة. تكتري تقهمك فيه قطرات فقط. احنا قلنا راح نوزنو هذيك هي كويرات صغار عشرين غرام وانا ماشي نلف. من بعد راح نرمدهم في السكر الناعم وندير فيهم ثقب في الوسط باش نديرهم يطيبوا. هنا ديري فيهم بيستاش ولا لا؟ انا اللي حضرتهم من قبل صراحه كان عندي حبيبات بيستاش كملتهم هنا. يعني ما قادر مشي بزاف، الوصفه سريعه ما تاخذ لك شخط بزاف. انا قلت لك اذا صبتي العنبر ولا العطرشيه راح يكون احسن، اذا ما صبتيش ما عليش ديري ماء الورد ولا ماء الزهر ما يروق لك. هنا اللي نشوف بلي كاين كذلك عوامل مشتركه بين المطابخ المختلفه، المطبخ الجزائري المطبخ التونسي والمطبخ المغربي. هذا الشيء اللي بين حتى المطبخ الليبي، هذا الشيء اللي بين انه كانت ارض واحده وكان تاريخ واحد، الميديا الكبيره. دونك هنا ناخذو ونحطلو ونديرلو في الوسط ونحطو. وانا مشاكي من هاك، انا قلت لكم الفور راه مسخن عندي ل 160 درجه مئويه. اوكي هاد الكعكعات راح يطيبوا يرفدوا لي 100 يفطوا لي 15 دقيقه. هنا ممكن تحطي لها في الطرف نص كاوكاوة، تحطي لها نص بندقة، تحطي لها نص بيستاشاية. يعني حتى لو حطيتي لها مثلا بيستاش ولا بندق ما رحش تفيد لك كمية كبيرة، لأنه راح برك نزوق بها في الطرف بهذا الطريقة. هلا ونحطهم. طبسي واحد يكفيك، تشبحي به المائدة وتفرحي به العائلة. دائما نقول ما نحتاجوش نديرو كميات كبيرة باش نقولو بلي طيبنا. نطيبو كل يوم وبركتو، وكل يوم واش وجد. وقادرة مثلا يكون عندك كيلو لوز تفوتي به شحال وديري به شحال موصفة وتشبحي به شحال من طابلة. آخر وحدة هنا ديجا دايرة 10 حبيبات. انا هادو قلت لكم نديرهم يطيبوا في فرن 160 درجه مئويه لمده 15 دقيقه. ونرجع نشوفوا وصفاتنا التونسيه على طاوله التقديم توتسويت. وصفاتنا ورحلتنا اليوم كانت تونسيه، نفحات تونسيه، تونس الخضراء، تونس الباهيه، تونس اللي ناسها طيبين وحبوبين. رساله قلبيه مني ليكم، انا فعلا حب تونس. زرتها مرة واحدة وكانت زيارة قصيرة، كنت معروضة تما، كنت منا إن شاء الله نعاود نولي لها بإذن الله. نحبكم لأنكم تراسلونا كثير وتشجعونا كثير كل برامج سميرة تيفي وبالأخص برنامج لمسة شهرزاد. تحية من القلب ليا ليكم، إن شاء الله يا ربي نجي وبالك علاش لا نديروا حصص تماك ثاني معاكم نكتشفوا فيها أكثر وصفات تونسية عرفوا بها كذلك الشعب الجزائري وكل العالم. وصفاتنا اليوم كانت سهلة وبسيطة. شفنا المورقة، المورقة هنا درناها بإن بات ديفيرونت لأنه في الأساس تندار إن بات فيتي بعجينة المورقة. هنا درناها إن بات إن سوغ دو بات أن بو بغيزي، والحشو نتاعها كان اقتصادي، كان فيه بيض جبن ودجاج بروتيني كتير، لكن مع سلطة تحفة. والتحليه كانت من التحليات الكلاسيكيه اللي نصيبوها عند اخواتنا التوانسه، كعك العنبر لانه نصيبوا فيه العنبر ولا العطرشيه، لكن ممكن تنكيه باش ما حبيتي. الشيء الجميل كو جو سوليني فريمون اشاك فوا مو لي غاتو تونيزيان، الحلويات التونسيه نحبها بزاف بور سا فينيس باسكو سي فريمون تري فان. الحلويات صغيره وظريفه والتناسق والتناغم اللي فيها، عادة الألوان اللي فيها مستلهمة من ألوان المواد الأولية اللي استعملوها فيها، مثلا لون الفستق، لون البندق، لون اللوز، لون
وهذا الشيء يخليها طبيعية، يخليها جميلة في شكلها وفي التناسق تاعها، وخصوصاً في الحجم تاعها اللي يخليها عبارة عن القيمات. كنا حكينا كذلك عن حكاية جيفرسون اللي كان دار أول فطور رمضاني في البيت الأبيض مع المينيلي. المفاوضة تاعهم الدول والو، لأنه كان المبعوث التونسي كان شوية صعيب، لكن من بعد تحسنت الأمور. المهم أنا نقول لكم تحية مني ليكم، إن شاء الله يربي تهلوا في روحكم. هذه الوصفات إن شاء الله يربي تجربوهم، تعطوني رأيكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعثوا لي هاشتاغ شهرزاد أو لمسة شهرزاد. سلام. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما. مكاين غير ماما اللي تعرف لها.